كتبدا القصه مع رئيس وصحابو كيبيعوا قراعي الدجاج لواحد البزناد كيصنع الماحيه. رئيس وصحابو كيخدموا العشيه والصباح كيمشيو للمدرسه، وهما في الكلاس طلبات المعلمه من رئيس يقرا. وقف بلاستو هي يتقاتل باش يقرا داكشي اللي مكتوب، ولكن ما قدرش حيت عنده نظر ضعيف. المعلمه ما عرفاش هادشي، ملي ما قراش نوداتو للصبوره ودارت ليه الفلاقه. في العشيه غنشوفوا رئيس مع امو عند الطبيب، عبر ليه يشوف وقال لامو بلي خاصو يدير النظاظر. امو كانت ما فحالهاش، داكشي علاش قالت ليه من بعد نديروهم ليك. رئيس مور القتله اللي عطاتو المعلمه ما يقدرش يمشي للمدرسه بلا نظاظر، داكشي علاش قصد واحد التمثال هو وصاحبو سرقو منو النظاظر. الصباح خداهم الطبيب وقال ليه بدلهم ليا بوحدين قدي. الطبيب عرفو سرقهم من التمثال، عطاه وحدين فابور وطلب منو يرجعهم لبلاصتهم. في العشيه طلع رئيس وصاحبو لواحد البنايه باش يجربوا النظاظر. فهاد اللحظه ضرب على البوليس داخلين للدرب، مشاو كيجريو لهاوهم وصفروا لصحابهم باش يعلموا الياس البزناز اللي كيصنع الماحيه، وغيكونوا داروا هادشي حيت الا تشد الياس ما كاين لمن يبيعوا القراعي. وصلوا البوليس للمقر ديال الياس، قلبوه كامل ولكن ما لقاو والو. ملي خرجوا غوت الشاف ديالهم رئيس، عطاه واحد المسمنه تلفو وقال ليه هادي باش تعلم تبرقد. الياس فلت منها اليوم، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى ضربوا عليه البوليس مره اخرى وشدوه. مور هادشي ولا رئيس وصحابو بلا خدمه وما كاينش منين يجيبوا الفلوس. في واحد الصباح كانوا قاصدين المدرسه، تما الرئيس قال لصاحبو بلي غيولي يبيع الخمور في بلاصه الياس. قصد واحد سميتو جيراد كان حاصل بشي سلعه خاصو يهربها وقال ليه انا نهربها ليك. بدا واحد من الرجال ديالو كيقول لي واش غطيق في هذا العور. هنا تسيف عليه الرئيس وبقى قاصدو. جيراد ملي شافو مسنطح عرفو خدام ليه، اتفق معاه على الثمن. دخل هو وصاحب عمرو القراعي في الشكاره، وملي كان خارج زور هذاك اللي عايرو وزرع ليه بيركار في مسعوده. خرجوا من المقر ديال جيرات، دازوا من البراج بسهوله. ملي شاف جيرات هادشي طلب من المساعد ديالو يوظفو. من هاد اللحظه بدا الرئيس الخدمه مع جيرات. الوقت كيدوز، رئيس كبر ولا اليد اليمنى ديال جيرات. واحد النهار شدو ليهم البوليس الشحنه وفشو ليهم الروايد. ما داش بزاف ديال الوقت حتى جا الرئيس، دار الشاف شي فلوس في جيبو قال ليه جيبك كانوا خاويين وانا عمرتهم، داكشي علاش حتى انت خاصك تعمر الروايد اللي فشيتي. بدا الضابط كيضحك وسولو كيفاش غينفخهم. هنا شنق عليه الرئيس، ضرب ليه راسو حدا الرويده وقال ليه صوت. ملي فرا هاد البلان مشي يتعشى مع صاحبو صديق اللي بدا هو وياه الخدمه وهما كيقصيو. قال لي الرئيس حتى انا نبقاو خدامين عند جيرات، خاصنا نديرو شي حاجه ديالنا. الصباح قصد جيرات وقال لي بلي باغي يدير بيزنس ديالو. جيرات ملي سمع هادشي معجبوش الحال، ولكن دار بوجه هذيك السنين اللي خدم عنده وقال لي جيب لي 100000 نعطيك السلعه. وهو خارج رمى ليه مكانه وقال لي عندك 72 ساعه. خرج هو وصاحبو من تما، في طريقهم للحومه دازوا على واحد الميكانيك، بقاو كيضحكوا معاه، تما ذكر بلي الطوموبيل اللي كيصلح ساوية 90000، صحابنا ما داوهاش في الهضره ديالو وتحركوا، يلا زادوا شويه كان يدخل في واحد الساط عنده معزه، بقى مناقر معاه وقال لهم كنتو غادي تزيوني في 500، قال لي الرئيس هذه ما ساوية حتى 200 وانت كتقول لي 500، رد عليه بلي العيد هذا والحولي شعله فيه العافيه، كيسمع الرئيس هادشي طاحت عليه واحد الفكره، دار دوميتور، رجع عند صاحبو الميكانيك، حط عنده الموتور وقال لي ارا نجرب لك ديك الطوموبيل، ما اخذ السوارت كتسمع ديك كاريت فيه الهراب، كسيراتور واحد لعد مول الغنم. عطاوه الطوموبيل، خداو في المقابل كاميو ديال الماعز، وقصدوا واحد السوق في مومباي حيت كتكون الدعوه مروكشه تما، بغاو يحطوا في واحد البلاصه ولكن ما خلاهمش الجزار اللي تما، عياو يساويوها معاه، صاحبنا معكس، وباش غتكمل واحد من الخدامه قال الرئيس هز معزك وتحرك هذاك العوار. هنا الرئيس دارت ليه النقشه، ضرب النظاظر في جيبه قصده، مع تقد معاه صفت ليه وحده للوجه غيبو، مشى ما يفيق حتى العيد الجاي. في نفس الوقت صاحبه هز واحد الكتف وبدا كيبارك ليهم العواشر، اللي تقد معاه كتسمع ديك قرو بارك العواشر. بداو كيتزادوا صحاب الجزار، عطاهم حتى هما شي دقات ولكن ما داو منهم لا حق لا باطل. هز الرئيس واحد الراس ديال الماعز وبدا على واحد بالطيوطه غيبو. مورها بقى اللي جا عنده كيدير ليه السك السربلك حتى نفضهم كاملين، هي بزاف يلا ضرب النظاظر وتنفس. حط عليه واحد الفردي وقال ليه وقف هذاك العور، ناري دبر عليها مسخوط. خطف ليه الرئيس الفردي نيش فيه، يلا غيتيري غيب بسبب العيا وديك العصا اللي كلا. في الليل غنشوفوه كيهضر مع موسى الشاف ديال ذوك الجزاره، قال ليه بلي هما اللي جبدوه وهو كان جاي غير يبيع الماعز. عطاه موسى النظاظر ديالو وخلاه يمشي في حاله. شدوا التران رجعوا لمدينتهم، وهما كيفكروا كيفاش غيرجعوا للميكانيك الطوموبيل ويجمعوا الفلوس اللي قبل البيزنس، سمعوا الدقان. فتح صديق لقى واحد الراجل كان جاي معاهم في التران، سولوا اش كيدير هنا؟ قال لهم جيت على قبل شي خدمه. جلس مع الرئيس، عطاه شنطه ديال الفلوس وطلب منه يقتل موسى. بقى الرئيس كيشوف فيه، من بعد رجع ليه الشنطه وقال له موسى ما دار ليا والو. هنا عاود دفع لي نواب الشنطه وقال لي راه صيفطهم لك موسى على قبل الماعز اللي ضاع عليك. سولوا الرئيس علاش ما عطاهاش ليه في التران؟ جاوبوا بلي موسى عزيز عليه يختبر بنادم. الرئيس كان حافظ كاع القوالب ديال التجاره ومحتاج غير الفلوس، داكشي علاش اون فوا دبر عليهم بدا كيجيب السلعه وكيبيع، احتل السوق كامل وما داش بزاف ديال الوقت حتى دار بلاصتو بالبزنازه. في نفس الوقت جيراج مور ما تخلى عليه الرئيس، حبسوا ليه البوليس الشحنه ديالو، من بعد طلع الضابط ماج مودر في واحد الدكاكه وهرس كلشي.
ملي سالا من جيراج جات نوبة الرئيس سدعاه المكتب ديالو وهو كيسولو فيه خدمو المخرج من عند جيرات. اتصلوا به شي ضباط وقالوا ليه بلي الرئيس جايب واحد الشحنه هاد النهار. كيقطع التليفون قال الرئيس وقف هادشي اللي كدير ولا غتندم. بقى الرئيس كيشوف فيه من بعد جمع الوقفه وخرج. من الهضره ديالو قدر يعرف الرئيس بلي البوليس ساقوا الخبار الشحنه. داكشي علاش عرض لي 4 ديال الطوموبيلات في نص الطريق، فرق عليهم السلعه، صيفط كل وحده في جهه والشاحنه كملت لعند البوليس. وصلت للبراج وقفوها، ملي قلبوها لقاوها كتصفر. مور هادشي اللي وقع دارت الوقت على جيراج، ولا هو قاصد الرئيس باش يطلب منه يتعاونوا على مجموع دار. الرئيس منساش ليه داكشي دار معاه، قال لي انا موافق نعاونك ولكن بغيت نولي رئيس النقابه. كيسمع جيراج هادشي وجهه تبدل. هنا زاد قال له الرئيس انت ديك المره عطيتني 3 ايام انا غنعطيك 3 السيمانات، فكر مع راسك ورد عليا. ملي دار بقى غادي عاود غوت ليه ورمى ليه المكانه كيف ما دار معاه داك النهار. من بعد ايام على هاد الشيء تزوج الرئيس بواحد البنت سميتها اشي، وهو محتفل بالعرس ومسنين عيشو غايرك فاهم. غنشوفو واحد كيهضر مع الضابط وكيقول ليه بلي الرئيس غيدخل واحد الشحنه كبيره ويلا قدروا يوقفوها غيدمروه. النهار الاخر البوليس زرعوا البراجات في كاع البلايص، وهما مسنينو يجي غيكون ساق الخبر من عند واحد البوليسي تعاون مع واحد سميتو داملال. شارجاو الحمره في بطوات ودازو من الواد، وهو كيشكر داملال حيت عاونو غيكون جيراج حاقد عليه وكيوجد باش يقتلو. نهار الاخر غنشوف الرئيس في واحد الاحتفال وهما كيتمشاو في الزنقه، غيكون واحد القناص كينيش فيه باش يصفيها ليه. الرئيس رد ليه البال تما جبد واحد السنسله شير عليه وتبعو. بقى القناص معلق في السطوحه والرئيس تابعو حتى لواحد اللحظه شير عليه بفاز طيحو. قدر القناص يوقف ولصق في واحد الكاميو. الرئيس شافو غيعلق بدا كيجري موراه. ملي تقدم على الكاميو نقز لحبو بركله طيحو. من بعد هز واحد ساروت 17 وبدا عليه نفضو مزيان في التالي لاحو من الكاميو. نهار الاخر غيكون قصر هو وصحابو حتى يوقف عليه مجموع دار. قال لي بلي لقاو القناص مقتول وهو المتهم بالجريمة. من بعد ما ينطوه وداه للحبس. داروا التليفونات متساق الخبار وما جات فين تكون العشية حتى جا واحد وسلم راسه على اساس هو اللي قتل القناص. هنا اضطر مجموع دار يطلق الرئيس. في الليل غيكون الرئيس ناشط مع مراتو حتى غيصوني التليفون. جاوب القاموسة قال لي بلي جيرات كرا شي حد باش يقتلو وعطاه الصلاحية يتصرف معاه بطريقته. قصد رئيس المقر ديال جيرات لقاهم دايرين حفله وعاطينها التلواز. حسن الخاتمه دار براسو كيشطح مع ديك البنت وحيد لها فيلين من شعرها. غوت ليه جيرات باش يطلع لعندو. في الطريق زرع داك الفيلين لواحد الحارس في عنقو وخدا ليه شوتغان. دار لواحد جوج شركهم في قرطاسه ومشى لاخرين. صار ما كيجي فين ينوي يحط يدو على السلاح حتى كيلقى راسو مكفن. قتل الحراس كاملين. ملي وصل عند جيرات بدا كيفكر فدوك الايام فاش يلاه بدا. بقى كيبكي واخا هكاك ما غاديش يدوزها ليه حيت اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. تالي عمر شوتغان وخرجوا كامل. داز عام على هاد الحادثة. ملي مقدرش مجموع دار يحل القضية حولوا من هاد البلاصة وبقى غير شي ضباط شراهم الرئيس. حكمها مرة أخرى وكثر من هاد الشي طور البيزنس ديالو ولا كيدير ليفريزون أثر فيه السيمو لايف. نمشيو عند مجموع دار وهو كيتسركب في المنطقة الجديدة. لقى كاميو كيحاولوا به الخمر وطلب من الضباط يقلبوا على مولاه. في العشيه يكون في البيرو ديالو حتى غيجي عند واحد الضابط غيقول ليه بالكاميو ديال راملال وهو دابا في السبوع ديال ولد الرئيس. سمر عليه مجموع دار حتى رجع نهار الاخر لخدمته وهجم عليه هو والضباط شدوه قيطي بالخمور. الصباح غنشوفو الرئيس عند رئيس الوزراء. خلط ليه تهديد برطوبيه وقنعو يحول مجموع دار لشي بلاصه بعد. نهار الاخر مجموع دار وصلوا امر الانتقال لغرفه التحكم. صيفطوه لتما على اساس يتهناو منه ولكن صاحبنا خاطير وما ناويش يزقلهم. صلح ديك الغرفه ديال التحكم ولا كيسمع كاع المكالمات ديالهم. هكا في عوض ما يبعدوه زادوا قربوه. وكثر من هذا الشيء دار واحد المرشح حمله كيشدو فيها كاع البزنازه كان نوع من الدعايه للناس باش يصوتوا عليه. طلب منه الرئيس ما يدوش من المنطقه ديالو ولكن المرشح باشا ما سمعش ليه ودار ليه في راسه. نهار الاخر هو داخل مع البوليس والرجال ديالو لمنطقة الريس. خرجوا ليه الناس بداو كيرميو القراعي. من بعد خرج الريس وشير بوحده شاعله مع وصلت عندهم كتسمى هذيك بوم. كلشي تشتت الدنيا عمرات بالدخان. هنا الرئيس والرجال اللي مهزوا السيوفة العصي وبقاو ما كايناش تفعل الخرشف. هز الرئيس حديده وبقى كينفض في الرجال ديال باشا وقاصدو. سلخهم كاملين طلع لعندو هز الميكرو بقى كيدورو كيقول لي حضرتك ما تجيش هنا. من بعد ضربوا للنيف طيحو. نهار الاخر جمعت الصحافه على رئيس الوزراء ضغطوا عليه مزيان وقالوا ليه انت اللي كتعاون الرئيس. رئيس الوزراء ملي شاف راسو غيمشي فيها تلاقى الرئيس في الليل عاود ليه الواقع وقال ليه بلي غيصيفطو للحبس غير شي ايام بين ما تهدى الامور. الرئيس ملي سمع غير شي ايام وافق وقدم راسو. نهار الاخر جا عنده مجموع دار عطاه واحد الجريده وقال ليه مشيتي فيها معلم. ضرب صاحبنا على الجريده بان ليه رئيس الوزراء متحد مع باشا وهذا الشيء كيعني بلي نصب ليه وما ناويش يخرجو. غوت لمراتو صديق عاود لهم لافير وقال لهم يوجدوا حمله انتخابيه حيت النجاح ديالو فيها هو الحل باش خرج من هنا.
زاد مراتو كتقنع الناس، صديق تكلف البلانات ديال الفلوس، ما داش بزاف ديال الوقت حتى ولا كلشي هاز الملصق ديالو، حيت هو اصلا كان كيعاون الناس وكيخدمهم بلا انتخابات. دازوا الانتخابات وحقق الرئيس عدد ديال الاصوات عمر شي حد حقه. هنا وافقت ليه المحكمه على كفاله وخرج. اول حاجه دار هي شكر الناس اللي صوتوا عليه وبدا كينفذ داكشي اللي وعد به، ماشي غير صلح حومه وفرق عليهم ميكات فين يديروا الزبل، ترى كيبني حومه جديده وغيحول ليها الناس اللي عايشين في البرارك. المرشحين الاخرين وصلهم الصهد ولكن ما سكتوش ليه، داروا شي تخلويضه وحضروا التجوال لمده طويله. فهاد الوقيته بقى الرئيس كيفرق على الناس الماكله فابور مكمل في البني، وفي نفس الوقت التجاره ديالو حابسه حيت ما كيخرجوش. هادشي كامل خلاه يخسر بزاف ديال الفلوس وما قدرش يكمل في البني مازال. صاحبنا خسر كلشي ولا تالف وما عارف ما يدير. نهار الاخر قصد موسى وطلب منه يسلفه. موسى ما كيعطيهش بلا مقابل، قال لي غتدخل لي شي ذهب جاي من الدوحه ونخلصك. الرئيس وافق والنهار الاخر بداو الخدمه. الرئيس كيعرف لامارين، دوزوا لي السلاح عند راملال، شارجوه في الكاميوات وتحركوا. خدا الرئيس فلوسه، كيبان كلشي داز به خير، ولكن النهار الاخر يفيق على واحد الصدمه. بزاف ديال المناطق في الهند انفجروا والمتفجرات جاو من الدوحه ودخلوا على المرسى. كيسمع الرئيس هادشي في الاخبار عرف بلي موسى قولبو وداكشي اللي كان دخل متفجرات. بداو البوليس التحقيق مع الشيفور ديال الكاميو، الشيفور وصلهم للشاف ديال لامارين. هاك الفقيره دمك، جوج صرفيقات الشاف ديال لامارين قرب اللي كاينه واللي ما كايناش، قال لهم بلي الرئيس وراملال هما اللي دخلوا السلعه. فهاد الوقيته غيتصل راملال بالرئيس غياكد ليه بلي موسى بيدقهم وغيقول ليه بلي البوليس هاد المره غادي يكون عندهم امر باش يتيريو فيهم. الرئيس كيسمع هادشي بلغوا البارد. النهار الاخر البوليس قصدوا راملال وهما داخلين عنده جبد السلاح وانتحر قبل ما يوصلوا ليه. بهادشي اللي راملال الرئيس واخا يشدو البوليس ما عندهم ما يديروا حيت ما كاين حتى شهاد باللي عنده علاقه بهذا الشيء. في الوقيته اللي البوليس خرجوا يقلبوا على الرئيس غيكون صيفط مراته وصاحبه لشي بلاصه بعيده وقصد موسى. حيدوا لي الرجال ديالو السلاح دخلوه لعنده، كيوقف قدامه قال لي هنا هو بلي غيهرب للدوحه وطلب منه يمشي معاه. دار فيه الرئيس واحد الشوفه وقال لي حسب يدخل الحمام في حال خروجه، والله الا خرج شي قندوح من هنا. موسى شافو ناوي على خزيت امر الرجال ديالو يقتلوه. فهاد اللحظه اللي هو النواب يده جا فيه العنق غيبو، من بعد خطف لواحد السلاح وبدا كيزلع. جبد موسى فردي من تحته، هنا تيرا فيه الرئيس اللي يطيروا ليه، قتل الرجال كاملين. فهاد اللحظه وقف نواب باش يتيري فيه ولكن طاكه الرئيس وبدا كيتيري في كرشو حتى زلع عليه مصارنه. فهاد الوقيته بقى موسى كيدور في عينيه وعرف راسو مشى فيها. وقف حداه الرئيس حيد نضاضر زرعهم لي بين الحلاقم، من بعد خلاه تما كيفركل وخرج. اتصل بصاحبه صديق سولو كي داير الامور عنده وقال لي بلي غيجي عندهم. محق طاح غنشوف الضابط ماج مودار واقف حداه. الضباط اللي معاه يراقبوا المنطقه مزيان وكيبان لهم الرئيس يتيريو فيه، وهما ناصبين القناصه وكيتسناوه. بانت لهم واحد الطوموبيل داخله للدرب، عطاهم ماج مودار الاوامر باش اون فوا ينزل الرئيس يقتلوه. حبس هاد الطوموبيل، نزل الرئيس هز يديه وكانوا مع الصحافه. كيسمع ماج مودار بلي مع الصحافه طلب من الرجال ديالو يتراجعوا حيت كان ناوي يصفيها ليه بلا موجب شرع، ولكن دابا ملي حضروا الصحافه وقف العمليه حيت خافوا يضربوا ليه شي طرب خراشو. سلم الرئيس راسو، طلعوه البوليس في الطوموبيل وخداوه للحبس. في الطريق حيد نضاضر عطاهم الماج مودار، هنا غنعرفوا بلي ماج مودار ما غاديش به للحبس حيت ما بقاش كيطيق في النظام وعارفو غيخرج بشي طريقه. داكشي علاش حبسوه في نص الطريق، جروه لواحد الخلا، جبد ماج مودار الفردي وعدمو. وهنا غتكون سرات القصة ديال الرئيس اللي بدا من الصفر. قدر يبني ثروة ولكن قبل ما يستمتع بيها راه بتسرع ما تبنات، حيت أي حاجة سواريها حرام دغيا كترشا وتريب. إلى عجبتكم القصة ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب، وأهم حاجة بارطاجي مع أصحابك. هذه انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلقاو في فيديو الجاي. بيس.